تم توزيع وجبات الفطور ديال الاول ديال رمضان على هاد الناس مساكن الشوارع، الاطفال والعزاجه والايتام، وكلهم الناس اللي كيجيو كيعرفونا وكيتسناونا مساكن كل نهار هنايا. تبارك الله، خداو حقهم من كل شيء، الخير موجود والمحسنين موجودين واللي عاون موجود وكل شيء الحمد لله. بلاد الخير وبلاد التيسير، كل شيء كيتيسر، كل شيء كيوجد، وكل شيء كي سميتو من الخير. انت شوف تبارك الله، الناس مخلين خدمتهم اليوم وجايين كيعاونونا، اطباء، كوافر، استاذه، سميتو محاميه، من كل شيء. في العود ما يرتاحوا، مخلين ديورهم، مخلين عائلاتهم، مخلين كل شيء. وتبارك الله الفنانه ديالنا ما نساوهاش، لالا امال اسماء بن زاكور، اسماء ممثله ورئيسه جمعيه ثقافيه فنيه، جمعيه عبد الملزيات لابداعات بلادي، وايضا جمعيه فرح للتربيه والثقافه والفنون. فهاد البادره جمعيه رياض الامال اللي هي فرحنا معاها سيغتو اليوم لو بروميير رمضان، جينا نفرحوا ونكونوا مع اصدقاء ديالنا وخوتنا، نديروا هذه البادره لانها قليل الناس القلائل اللي كيعملوا بحال هذه البادره هذه. فكنطلبوا من هذا المنبر الجمعيات، الناس اللي عندهم فيسات زايده، يعملوا الخير، يعاونوا هذه الجمعيه، لان لالا غزلان حتى هي خلات من وقتها، خلات تبارك الله الماكله والخير كيوصلنا بزاف، ولكن كنوحلوا شويه في الاجور ديال الناس اللي كيخدموا معنا، صعيب باش كنجمعوا الفلوس. ما لي دونغي تبارك الله كل شيء موجود، فالعمره والحج راه كاين هنا، فهاد الوليدات كيف ما شفتوا قبل محتاجين بحال هاد البادرات.